سعد زغلول هو ابن الشيخ إبراهيم زغلول عميد القرية، وأمه بنت الشيخ عبدو بركات. ولد في أول يونيو من عام 1859 في قرية إبيانا التابعة للمديرية الغربية. توفي والده وهو في عمر 6 سنوات، فتولى أخوه الأكبر أمر رعايته. أرسل إلى كتاب القرية لتعلم القراءة والكتابة، ثم ذهب إلى دسوق لتعلم تجويد القرآن. عندما بلغ 11 بعث إلى الأزهر وواظب على حضور الدروس هناك، وخصوصا مجالس جمال الدين الأفغاني التي كان يقيمها في بيته ودروس الشيخ محمد عبده. عندما أوكلت الحكومة للشيخ محمد عبده مهمة تحرير صحيفة الوقائع المصرية، قام محمد عبده بتعيين سعد زغلول محررا في القسم الأدبي، وعمل هناك منذ عام 1880 إلى عام 1882. وللاستفادة من مواهبه القانونية أوكلت إليه الحكومة منصب معاون نظارة الداخلية في مايو عام 1882. وقد ظهرت مهارته في نقد الأحكام وفهم مباحث القانون، مما أهله لاستلام وظيفة ناظر قلم الدعاوي في مكتب الجيزة في سبتمبر 1882. أسس سعد زغلول مكتب للمحاماة بالتعاون مع صديقه حسين صقر، وساهم في إعلاء شأن هذه المهنة بعد أن كانت موضع ازدراء في المجتمع، وذلك بسبب تحليه بالأمانة والنزاهة ورفضه الدفاع عن الباطل. انتخب عضوا في اللجنة التي شكلتها الحكومة لاستكمال إصلاح قانون العقوبات، وبسبب شهرته اختارته الأميرة نازلي فاضل وكيلا لأعمالها. وفي عام 1892 عرضت عليه الحكومة وظيفة نائب قاض بمحكمة الاستئناف، كما درس اللغة الفرنسية في نفس العام، والتحق بجامعة باريس عام 1896. وفي نفس العام تزوج من صفية ابنة مصطفى فهمي باشا الذي كان رئيسا للنظار في حينها، وتخرج حاصلا على ليسانس في الحقوق عام 1897. استمر في سلك القضاء لمدة 14 عاما، فتقى في عمله حتى وصل إلى رتبة المستشار، وعمل عضوا ورئيسا في كل من دائرة الجنايات والجناح المستأنفة ودائرة الجنايات الكبرى، كما عمل أيضا في محكمة النقض. عين مستشارا لنظارة المعارف في عام 1906، وكان ذا أثر واضح في العملية التعليمية بمصر، إذ ساهم في إنشاء الجامعة المصرية بالتعاون مع كل من الشيخ محمد عبده وقاسم أمين ومحمد فريد، كما أنشأ مدرسة للقضاء الشرعي ورفع ميزانية التعليم إلى أكثر من ضعفها، واهتم بمحاربة الأمية، فقام بزيادة عدد الكتاتيب في القرى الصغيرة ورفع المعونة المخصصة لها لأكثر من الضعف، بالإضافة إلى عودة التعليم باللغة العربية إلى بعض المواد. ثم تولى بعد ذلك وزارة الحقائية، إلا أن كثرة صداماته مع الاحتلال اضطرته إلى تقديم استقالته. خلال الحرب العالمية الأولى تلقى الشعب المصري سوء معاملة من الاحتلال الإنجليزي، إذ أجبر الشعب على التطوع في خطوط القتال للمحاربين في سيناء وبلجيكا وغيرها من الدول، وتم أخذ العديد من أبناء المزارعين للمشاركة في الحرب، كما أجبر الفلاحون على زراعة المحاصيل معينة تناسب احتياجات الحروب، مما أدى إلى البطالة والعنف بسبب الجوع. وبالرغم من محاولات الحكومة لتوزيع الخبز والسلع، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا. قامت فكرة الوفد على أساس الدفاع عن قضايا المصريين في عام 1918، وتم عقد العديد من اللقاءات للبحث في الشأن المصري بعد الحرب العالمية الأولى، فتأسس حزب الوفد وضم العديد من الشخصيات كسعد باشا زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي الشعراوي، وقاموا بجمع التواقيع من أصحاب الشأن تتضمن توكيلهم بالإنابة عن المصريين للسعي بالطرق السليمة إلى تحقيق استقلال مصر. فأثار الموضوع غضب الاحتلال، واعتقل سعد زغلول ونفي إلى جزيرة مالطا في البحر المتوسط مع مجموعة من أصدقائه، فعمل غيابه على إحداث الكثير من الاضطرابات، مما أدى إلى قيام الثورة عام 1919. بعد نفي سعد زغلول ورفاقه انطلقت المظاهرات في المدارس العليا، حيث شارك في الاحتجاج كافة الطلبة ومن ضمنهم طلبة الأزهر،
وخلال عدة أيام انطلقت الثورة في العديد من القرى والمدن. ففي القاهرة أضرب عمال الترام، مما أدى إلى شل حركة النقل، ونتيجة لإلحاق السلطات البريطانية جنودا في التدريب لتعويض غياب العمال المصريين في حال إضرابهم، عجل عمال سكة الحديد الإضراب، فاضطرت إنجلترا لعزل الحاكم البريطاني، مما أدى إلى الإفراج عن زغلول وأصدقائه ورجوعهم إلى مصر. كما سمح لحزب الوفد برئاسة سعد زغلول بالسفر إلى مؤتمر الصلح في باريس لبحث قضية مصر والاستقلال. بسبب عدم استجابة أعضاء مؤتمر الصلح لمطالب حزب الوفد، عاد الثوار إلى سابق عهدهم بحماس أكبر، فقاطعوا البضائع الإنجليزية، ومرة أخرى تم إلقاء القبض على سعد زغلول، ونفي إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي. فاشتعلت ثورة أكبر من السابق، وبذلت السلطات البريطانية جهدا لقمعها بالقوة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. أرسلت قوات الاحتلال لجنة للاطلاع على الأحوال في مصر، فقاومهم الشعب المصري بكافة السبل لإرغامهم على التفاوض مع سعد زغلول كممثل لهم، فأقرت اللجنة أهمية حصول مصر على استقلالها مع أخذ بعض التوصيات بعين الاعتبار لحماية المصالح البريطانية. في عام 1923 عاد سعد زغلول إلى مصر، واستقبلته الحشود استقبالا حافلا، كما تولى منصب رئيس الوزراء على إثر حصول حزب الوفد على نسبة 90% من مقاعد البرلمان. توفي سعد باشا زغلول عام 1927، وقررت حكومة عبد الخالق باشا ثروت إقامة ضريح كبير له، فدفن بشكل مؤقت في مقبرة الإمام الشافعي، ثم نقل عام 1931 إلى ضريحه بجوار بيت الأمة، وشيد له تمثالين، أحدهما في القاهرة والآخر في الإسكندرية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.